الخروج من أزمة إلى أزمات أخرى، ومن آفة واحدة إلى آفات تخلقها الحرب كل يوم. فما بين دماء تسفك بشكل يومي وأبرياء يسقطون في مختلف المحافظات، تظهر من جديد أخطار قديمة أعتقد اليمنيون أن البشرية قد تجاوزتها، لتفتح الحرب الباب مجدداً لعودة كل الأمراض والأوبئة البدائية. فبعد أن غزت الكوليرا مختلف المحافظات مخلفة الكثير من الوفيات، يطل اليوم مرض آخر يطلق عليه الدفتيريا، وهو التهاب حاد معد يصيب الجهاز التنفسي ويؤدي إلى تضرر البلعوم والأنف والقصبات الهوائية. الوباء العائد ظهرت حالاته الأولى في محافظة إب بعد أن أعلن مكتب الصحة بالمحافظة أن المرض انتشر في منطقة سمان وبيت حلبوب في مديرية السدة وبني منبه في مديرية يريم. المصادر الطبية في إب قالت إن عدد الحالات المسجلة بلغت أكثر من 85 حالة، مؤكدة أن عدد الوفيات جراء الدفتيريا بلغ 8 حالات حتى نهاية أكتوبر الماضي. هذه الإحصائية خلقت حالة من القلق لأهالي المحافظة ومحافظات أخرى بعد انتشار المرض في وقت يعيش فيه القطاع الصحي أسوأ حالاته، وهو الأمر ذاته الذي تسبب بوجود مخاوف من انتشار المرض ووصوله إلى العاصمة صنعاء الأكثر كثافة سكانية، والتي ربما قد تساعد في انتشار المرض بشكل أكبر كما حدث مع وباء الكوليرا.